رح نروح لأولى محطاتنا نور، ورح نتعرف طبعاً اليوم عن رحلة فنية مميزة بإبداعه وعشقه ونظرته الفنية الخاصة. استطاع أن يخلق هارموني خاص فيه من خلال البازلت والخشب والحجارة لتصبح أيقونات تنطق فناً وجمالاً. ضيفنا لليوم عنده تجربة استثنائية بعوالم النحت والإبداع، رح نتعرف على تجربته بهالمجال وأيضاً عن مشاركاته المحلية والعربية والعالمية، وهو أيضاً حاصل على الإقامة الذهبية عن الفنون والإبداع في الإمارات العربية المتحدة، وتفاصيل أكثر رح نتعرف عليها مع ضيفنا لليوم الفنان النحات وائل هلال. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. يسعد صباحك ويسعد صباح المشاهدين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نبلش من هارموني 2 المعرض، حكي لنا عنه. هو رقم 2، نحكي عن الأول هو جسر العبور للثاني، وتفاصيل أكثر لكل الناس اللي عم يتابعونا أو عم يتعرفوا عليك لأول مرة. هارموني 2 الإحساس اللي هو هي أحاسيس بعيشها النحات مع الحجر مع المادة، وبينقلها للمشاهد للمتلقي. هارموني 2 يعني أنا من خلال مدينة المعارض أو معرض البلدكس أنا بلتقي من المتخصصين باللاندسكيب كفنان وكنحات، وعندي أعمال نصبية أنا بلتقي مع المتخصصين باللاندسكيب والمهندسين. معرض بلدكس بيتيح لنا الفرصة للحوار مع المتلقي والاستفادة من نظرتهم والاستفادة من الفن كعنصر زخرفي، عنصر جمالي ضمن الطبيعة. طيب البازلت يتكلم هو العنوان اللي اخترته لمعرضك، خلينا نحكي أكثر شو الرسالة اللي حبيت توجهها من خلال هذا المعرض؟ البازلت يتكلم، هلق البازلت هو حجر أثري أو حجر تاريخي صحيح، واكب كل الحضارات، انتقلت لنا كل الحضارات وكل الرومان والإغريق كلياتهم عاشوا بمنطقة بسوريا، وكان الإبداع طبعاً أو الثقافة طبعاً أو الرسالة طبعاً التاريخ طبعاً كان من خلال المنحوتات اللي هني تركوها على الحجر. الحجر كان هو الوثيقة الأساسية الحامل لهذه التفاصيل. البازلت تتكلم، أنا حاولت أعمالي بالبازلت، أنا من المنطقة الجنوبية من بسوريا من السويداء، البيئة اللي أنا عايش فيها هي بيئة البازلت صحيح. كل شيء بشوفه بتلمحه عيني وذاكرتي وكل شيء متمكن عليه ومستملكني هو البازلت من الطفولة. البازلت يتكلم، البازلت هو ناقل للمشاعر للفنان ولعواطف الفنان ولأحاسيس الفنان. يمكن عم نشوف مقتطفات من شغلك. قديش فعليا فينا نقول عالم النحت عالم واسع؟ لما نقول فعليا الحجر بيتكلم، بتتحول للوحة فنية احيانا بتحسها فعليا رح تنطق من قد ما فيها احاسيس ومشاعر النحات. خلينا نحكي عن هي التجربة. النحات الفنان مختلف عن الرسام، كل واحد له حالات صحيح. استثنائية، وبعتقد بالنحت الموضوع اصعب، لانه فعليا مثل ما قلت يمكن البيئة بتلعب دور. انت خلقت بمنطقة السويدة، واكيد تحية لكل اهل السويدة، منطقة اللي بتمتاز بحجر البازلت، فأثرت فيك ومن خلال هيدا الحجر قدرت فعليا تحولهم لتحف فنية. هلا الرسم، الفرق بين الرسم والنحت، الرسم هو 2D النحت هو 3D صحيح. الرسم هو يعني تقدر تستوعبيه بالعين، النحت هو تلمسيه باليد. في احساس بين السطوح الخشن والناعم، التضاد بين الخطوط، التناسق الخطوط، انا عندي 3D في صعوبه بالنحت. النحت الفنان المصور فيه يشتغل بالبيت، فيه يشتغل ظروف الرسم سهل جدا جدا عن ظروف النحات. النحات بده يكون متمكن من العدة اللي بيشتغل فيها، لان هي عدة خطيره جدا صح. من الازميله المطرقه للصاروخ للديسك الالماس هذا اللي هو قاطع، يعني هو بيقطع الحجر والجرانيت والبازلت صح. ففي معاناه حقيقيه بالنحات بيواجهها بالمادي او بالعدي او بمكان العمل، بالجهد العضلي. اوقات النحت بده جهد عضلي، يعني بالملتقيات النحتيه او بالنحت نحن بننحت مجسم 3 امتار 4 امتار. عم نشوف على الشاشه مجسمات جدا كبيره 3 امتار 4 امتار. هذا هارموني، هذا اعصار بملتقى النقيب بطرطوس، ام الشهداء طرطوس ام الشهداء. وجهنا نحن لشهداء سوريا في هذا الملتقى أعمال فنية. هذا العمل 4 أمتار ونص
بيحكي عن الإعصار والحال اللي بتمر فيها سوريا، الضغوط اللي مرقت على سوريا، وبالنهاية في فراغ في المنتصف اللي هو المتنفس أو هي الرؤية الجديدة أو هي الانتقال من هاي المرحلة. طيب يعني كمان عم نشوف أعمال تانية نحتية العلاقة بالخشب، العلاقة كمان في لوحات فنية أنت مشتغل عليها، هذا الدمج بين أكثر من نوع من أنواع الفن وأساليب كخامي أو كفن؟ كخامة وكفن الاثنين مع بعض. يدي يعني قدي حبيت توصل رسائل بشكل متعدد، يعني نعرف اليوم كل لوحة كل تمثال كل شيء له رسالته الخاصة. أنا الفنان كل إنسان كل فنان له بحثه الخاص. أنا كان بحثي بالطبيعة بشكل لأنه هي الطبيعة هي الأم اللي أنا بستمد منها كل قوتي. أنا كل أعمالي تعتمد على الخط المنحني، وإذا لاحظتوا في خطوط بس كلها منحني وكلها مترابطة فيما بينها. أولاً أساس تكوين الكون كل شيء بتشوفه عيننا، أنا بحثت بأوراق الشجر، بحثت بالطبيعة، بحثت بالأسماك، بالطيور، بالأنثى، بكل شيء بتشوفه عيني. أساس تكوين شو سر الجمال الموجود بالطبيعة؟ الخط المنحني هو أساس التكوين بكل شيء. إذا نحن طلعنا قدام المراية بالعين، بالأنف، بالشفاف، بالخدود، بالشعر، بكل شيء بخص جسمنا أو بكل شيء بخص الطبيعة، أساس تكوينه الخط المنحني، أساس قوته الخط المنحني، أساس انتقاله الخط المنحني. شو السبب إنه الطير ما أنه مكعب مثلاً؟ أو السمكة ما أنا مكعب؟ خط منحني وخط انفعالي، خط إحساس، خط عاطفي، خط احتواء. هذا شيء مهم نحن كفنانين لازم نركز عليه. خلينا نحكي يمكن فن النحت هو فن كتير واسع وكبير وبده مجهود كبير أساساً من الفنان، حتى من بداية فعلياً بدء اللوحة لتسويق لها وتصديرها للعالم إن كان محلياً أو عربياً أو عالمياً. خلينا نحكي عن مشاركتك إن كانت عربية وعالمية، كيف كانت هي المشاركة وقديش أثرت بتجربتك الفنية اليوم؟ حقيقة أنا بال97 لل2005 ببيروت كنت أنا، وكانت هي محطة مبيع أعمال للخارج. بال2003 2004 2005 أنا جيت على سوريا، استقريت بسوريا، كان عندي مشغل بعين ترمى ناحية سواق الخير. تركته بال2011 بسبب الحرب. صحيح. انتقلت على السويدة، بالسويدة رجعت كونت مشغل من الصفر لأنه راح كل شيء، كونت مشغل من الصفر، بدأت بمرحلة جديدة، وكان رفيقي هو البازلت بالسويدة، حجر بيئتي اللي هو الهوية اللي بيشتغل فيها عليها النحات والهلال. بال2019 اشتغلت معرض هارموني، كان له هارموني واحد بمدينة المعارض، كان هو مجموعة 35 عمل نحتي بيحكي عن الأنثى والعاطفة وترابط أي شخص مع الأم، كان في تفاصيل كثير في حلوة. تم دعوتي إلى مؤسسة عويس الثقافية بدبي للمشاركة بمعرض مع شركة مع مؤسسة روح الفن، بالمشاركة مع مؤسسة عويس بمعرض إشراقات 2/2/2022. كان هذا المعرض هي المحطة الأولى لانتقالي للإمارات. من خلال المعرض حصلت على الإقامة الذهبية تكريما وبوجه تحية. كيف كانت ردود الفعل على أعمالك هنيك؟ عم نحكي كأول مشاركة. أول مشاركة كان في تفاعل، وكان في كثير المتلقين في دولة الإمارات والزويقة، كثير في حوار صار بينه وبين المتلقي للفن بمؤسسة العويس. كانت هي محطة، شاركت بعيد الأم بكلية الإعلام، بكلية الإعلام، كلية العين للإعلام والاتصالات بأبو ظبي، معرض الكتاب، في كان عندنا ورك شوب أسبوع مع الطلاب، مع الأشخاص اللي بيعشقوا الفن، كان جالسون يصير في حوار بيناتنا. معرض الصيد والفروسية كمان بأبوظبي كان لنا مشاركة
كان أغلب المشاركات هي أعمال خشب. يعني مواد كتير قدرت من خلالها ومحطات مهمة فينا نقول ومعارض، قد بيهمك اليوم الانتشار، اليوم الفنان بيهمه أنه ينتشر وتنتشر رسالته مو بس محلياً عربياً وعالمياً. أهم المحطات اللي مريت فيها وحسيت أنه هي قدمت لأفكارك ولشغلك انتشار. هلق أساس المحطة هي الطفولة. يعني أنا كل شيء اللي بشتغله هلق هي ذواكر، هي ذاكرة في من طفولتي. أنا كيف نشأت، وين عشت. نحن بسوريا عندنا غنى بصري بالأوابد الأثرية اللي المارقة على هاي البلد. صحيح. يعني أنا نشأت بالسويدة بين حضارة عمرها آلاف السنين كطفل. عيني من أنا صغير عيني بتتغذى بهاي الحضارة وبهذا التاريخ اللي مارق هذا البلد. أبدعوا. أنا بقول بكل مقابلاتي الفنان هو المؤرخ الأول يلي كتب على الحجارة عن الزمن اللي مر فيه. حاليا أنا بنحت بعد حقبة بعد 200 سنة رح يجوا أشخاص يقروا يعرفوا رسالتي ويعرفوا الشيء اللي مرينا نحن فيه من خلال عملي اللي هو الإعصار اللي بيحكي عن الحرب أو الفجر الجديد. العمل اللي اشتغلته أنا بمعرفة فنون تطبيقية اللي هي أنثى حامل وفي تكوينات وهو ضغط عليها اللي هو فجر جديد رح يجي على سوريا إن شاء الله. خلينا نحكي عن مشاريعك القادمة، شو عم تحضر بالأيام المقبلة؟ في مشاركات خارجية أو فقط محلية؟ هلق أو أغلب تحضر لمعرض خاص آخر؟ هلق أنا وقعت عقد مع جاليري بأبو ظبي مع الفنانة سلوى زيدان لمدة 5 سنوات. أحضر هلق مجموعة من الأعمال لمعرض الخاص بالشهر 10 أو بشهر 11 إن شاء الله، وعندي مشاركة بالأرفير أرفيرت أبو ظبي، وعندنا في بعمان مشاركة، في عدة مشاركات بس كلها راح تكون بسبب الطقس. أنا أحضر هون وأشحن برات هون. يعني كل التحضير بيتم بالسويدة وبازلت حجر سوري. بالخارج الجو هلق الطقس كثير في ضغط، ما في مجال للمشاركات. بتتم المشاركات والمعارض من الشهر العاشر لغاية الشهر الثالث. بس في شيء عم يتحضر يعني لشهر 10؟ في أشياء بتتحضر بس خليها مفاجأة. أكيد أكيد رح نكون مواكبين طبعاً أي شيء جديد بتعمله. وخلينا نحكي شوي عن التقنيات والتجارب الجديدة اليوم. المعارض بتطلع الفنان كمان على التجارب الأخرى للفنانين. أوقات بنشوف شخص ممكن يبلش فكرة جديدة تماماً من خلال رؤيته لشيء ويسخر أدواته وعلمه بهذا الموضوع. شو أكثر التجارب اللي فادتك وشفتها؟ يعني هل أنت من محبين المعارض الجماعية أكثر من الفردية؟ طبعاً المعرض الجماعي هو حوار ثقافي. أنا بطلع من خلال المعرض عن تجربة كل زملاء الفنانين بمواد مختلفة. بصير في طرح أسئلة، بصير في نقاشات. الفنان بتتبوى في أفكار بتكون عنده في إشارات استفهام كثير. من خلال المعارض في خبرات أهم بتكون من الفنان، في فنانين مهمين جدا. بصير في حوار. بعض المعرض بيجمع مجموعة من الفنانين وبيجمع أرواحهم. كل عمل كل فنان مقدم روحه بهذا العمل، فهي الأرواح بتتلاقى وصير في حوار بيناتها فتكون نتيجة كثير حلوة. أكيد. بالختام نتمنى لك التوفيق. إذا حابب بالختام تضيف كلمة أخيرة قبل نهاية لقائنا، شو بتحب تقول؟ بحب أقول لكل أسرة الاهتمام بالطفل من الصغر ويكتشفوا إذا هالطفل عنده مواهب وينموها. لأنه من الصغر إذا صار في اهتمام بيكون في فنان في المستقبل. أكيد أكيد. بدنا نتشكرك كثير لوجودك معنا ونتمنى التوفيق لك بكل المحطات القادمة. شكرا كثير. يسعد صباحكم.